ليكم كلشي مزيان كلشي وعدك. ما نكرهش اي واحدة تشوف هذا الفيديو هذا تكون مرتاحة وضاحكة وناشطة وما دارها حتى حاجة. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال اختكم رجوة تخليو ليا بزاف ديال لي لايك فقط كتجي منكم، ولا ما عجبكمش يخرجوا بلا ما تخليو ديال لايك. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكرتونة كبيرة 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 بزاف، وغادي تعرفوا جاني ميساج دابا وغادي تعرفوا مين وصلتني، فخليكم معايا ويلاه نبداو الفيديو. البنات راكم عارفيني ديما فيما كنكون دايره شي لوك كنقول لكم زعما في لي كومونتير قولوا لي كيفاش جاكم، قولوا لي واش جاتني هاد المشيطه زوينه. انا نقول لكم انا من واحد النوع اللي خاصني ضروري نطلق شعري، واخا تيقولوا لي راه الحاجه كتجيك زوينه ولا داك الشده ولا قرينات ولا شي حاجه، مي انا اللي فراسي خاصني ضروري نطلق شعري. تنحس براسي بحال اللي لبسه ما كملاتش. الا شفتكم زعما هكا قولوا لي في لي كومونتير. وهذا الميك اب هذا راه هو اللي كنت درت نهار العيد خفيف بزاف، هاد اللعيبه ديال العكر شتا ودرت فحال المنقسم كانت عندهم داكشي ديال تيك توك. ما نطولش عليكم وغادي نبداو اليوم ان شاء الله. الكرتون اللي غادي نشارك معكم وصلتني من واحد السيت ازيفيد اللي هو من امازون، يعني هو هاد الحوايج ديال امازون، ولكن انا على ما فهمت ان كل واحد كيدير البروجي ديالو كيسمي السيت ديالو بالسميه اللي بغا. فهاد السيت هذا سميتو ازيفيد، راهم كيديروا لا ليفريزون بارتو، وهاد الشيء اللي غادي نوريكم كيصيفطوه في دي اش ال 5 ايام 6 ايام ماكسيموم كتوصلكم حتى الدار. فخليكم معايا البنات اي حاجه غادي نوريها لكم غادي نقيسها لكم وغادي نعطيكم الراي ديالي الصريح. وكالعاده في لي كومونتير قولوا لي شنو البياسه اللي عجبتكم عافاكم، راه كنفرح تنحس براسي بحال اللي كان ميساجي معاكم ولا بحال اللي نتوما صحباتي. واخا ما نديرش كليبات راكم عارفين معايا تنحط تقريبا كل نهار، والله ما كنسالي وكنحط في انستغرام ما راه كنقرا تعاليق ديالكم وصافي. وغادي ندوزو لاول ارتيكل. اول ارتيكل البنات هو هاد التريك، وهذا زوين صراحه بزاف. غادي نحاول انني ما نقولش الهضره ونوريكم الحوايج بالزربه، واي حاجه غادي نقيسها لكم. فاول ارتيكل هو هاد التريك، وهذا هانتوما عرفتوا والله ما نكذب عليكم الكاليتي ديال هاد الحوايج واعرين. انا غنقول لكم زعما من الاخر الحاجه اللي عجبتني والحاجه اللي ما عجبتنيش، نتوما غادي تشوفوا هانتوما عرفتوا الكاليتي واعره بزاف بزاف. الصوف ديالو خطير وكيجي كيحمق في اللبسه، شفتوا هذا ديال البرد كنتسناه امتى يجي البرد ونلبسو. وريو واش هاد اللون عجبكم ولا لا، واي حاجه كما قلت لكم راه غادي نقيسها لكم فريمون واعر بزاف بزاف. البنات باش ما ننساش داك النهار فاش كنت وريتكم مشتريات ديال شاين، هما هادو الشفار ديال البنات هانتوما دابا غادي يكونوا طارو عرفتوا، راه كيجيو مشوكين واعرين 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 بحال لي هادوك اش كيقولوا لهم سيل بارسيل بحال هكا. وغادي ندوز البنات وغادي نوريكم ثاني حاجه، المهم بلا ما نقول لكم ثاني حاجه حيت ما عرفتش على الارقام. غادي ندوزو لهاد البيول هذا تريكو واعر سطاني، هو احسن حاجه في هاد لا كوموند بالنسبه ليا انا عرفتوا. راه ما يمكنش يا البنات الصوف ديالو الثلج بعدا اللون ديالو بيض ديال التلج، شوفوا هانتوما غير الكاليتي تعطيكم الاخبار داكشي كيفاش متقون صديفات. انا قالت لي اختي بدي لهم صديفات وديرهم هكا في الماروم، شنو بان لكم نتوما هانتوما يا البنات. غير هو هذا انا عاد حاجه عندي هو اللبس الابيض مع الكحل، هذا نقدر ندير معاه ديباردور في البيض اولا في الباش، المهم شي لون من غير الكحل حيت الكحل والبيض ما كنحملوش نهائيا، تجيني اداري تبقاي تباني اداريه. فهذا هو التريكو وحمقني، وهذا خديت طاي اس وحتى الطاي الاخرى خديتها اس هانتوما شفتوا كيجي واعر. وغادي ندوزو يا البنات لهاد التريكو هذا ديال العميقه، بنت اختي اللي ديما كتصورني وكتكون معايا في الفلوغ. هاد التريكو هذا زرق بلوغوا واعر واعر واعر، الا قلت لكم واعر كاين شي واحد يقول لي راه زدتي فيه، ما فغيمون راه واعر الكاليتي، راه ما يمكنش الحاجه تكون زوينه ونقول عليها خايبه، فغيمون الكاليتي ديالو واعر. وهذا غادي نلبسو معاه خليت كاع حوايج، لبست كاع داكشي اللي عندي بقالي غير حوايج خواتاتي هادشي اللي يقولوا لي تلقى لي حوايج مشيت نطلب من عندهم شي حاجه. شفتوا يا البنات واعر كيجي في البلوغوا فريمون حمقني، الكاليتي ديالو الصوفه ثقيله وغليظه ماشي شي حاجه اللي تقدر تحبب، واعر بزاف هذا. وفي اللبسه كيجي زوين، تقدر تلبسيه مع تجين تقدر تلبسيه مع سروال كحل، بالنسبه للناس اللي كيعجبهم مع السروال البيض يقدروا يديروا حتى مع سروال البيض يجي زوين، مي انا ما كيعجبنيش هذا مع البيض، تيعجبني مع الكحل تيعجبني مع تجين. سورتو هذا يتلبس مع سروال ديال الكوير يجي واعر. شفتوا يا البنات الكاليتي ديالو الطوب. البنات وانتم كتعرفوني في اي كوموند كندوزها ضروري كندوز لخواتاتي العائله كلها الفيتامين، تفكرت خاصني نشرب الفيتامين ديالي، كنكوموندي لختي ماما بنت اختي ضروري يا البنات. ما نقدر صراحه وحق الله ما الانسان ميمكنش ما خصوش يكون طماع، يعني ماشي كاع هذوك الحوايج انت غتلبسيهم حتى هما غادي يبغوا يلبسو حتى هما غادي يبغوا دي كادو. فانا ديما كندوز لهم معايا ديما 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 ميمكنش ما ندوزش لهم معايا. شوفوا لي عفاكم هاد الكارديغون كيقولوا لي شوفوا لي عفاكم شحال واعر عفاكم، لما شوفوا لي غير الكاليتي ركزوا لي غير على الكاليتي وشوفوا لي الصوف كيفاش غليظ وشوفوا الالوان كيفاش متناسقه. وهذا راه فيه بزاف ديال لي كولور عرفتوا راه تيحمق ديال بصح
شوفوا الجياب وشوفوا لي عفاكم تبون هادشي كامل غادي نقيسه لكم. يعني ملي تكونوا كتشوفوا سميتو غتشوفوني كنقيس. عرفتوا راه ما يمكنش الكاليتي شحال واعره وكيجي طويل. صراحه بدلت رايي انا وليت باغي نلبس لي كارديغون. والله عرفتوا هذا مع كولمونتي في الكحل ومع السروال ديال ليغيز هكا في الكحل ديال الكوير وبروت كان يجي واعر. وشي شابو فريمون واعر بزاف. غادي ندوز وغادي نوريكم هاد التريكو هذا ديال اختي. راه كيما قلت لكم كندوز لكاع خواتاتي هنا. راه ندوز لخواتاتي كلشي حيت الشيطان نختار بزاف. راه ما يمكنش عاوتاني بنادم يكون اناني. فريمون هذا واعر الكاليتي ديالو توب. هذا خديت لهم بزاف ديال الالوان. علاش خديت لهم هاد الصوف هذا؟ لان هذا عمرو غادي يتحبب. وحتى هذا كيجي طويل وكيجي مستيلي. والله العظيم راه ماشي غير المحجبات اللي كيلبسوا، غنقدروا نلبسوا حتى حنا اللي دايرين ما دايرين زعما الفولار. الكاليتي ديالو واعره بزاف. اللون كاشيري فن زوين ديال البرد. داك اللون تيكون البرد والشتا كنتي لابسه في الكسا الغوص مش بالضروره لبسوا الوان. صح حتى هذا غيجي مع النوار غيجي واعر بزاف. وما نكذبش عليكم باش ما نطولش عليكم فيديو، كاينين فيه بزاف ديال الالوان ما عرفتش فين هو. نوريكم ديال ماما. هذا ديال اختي فاطمه اللي عندها قناه فاتي حمزه فلوغ، ديجا كنخليها لكم في صندوق الوصف. خديت لها هذا هانتوما بلو مارين، هي كتبغي الالوان الغامقه واعره. الكاليتي ديالو بزاف بزاف. حتى هو فيه جياب نفس الديكور. وماما الحبيبه ضروري غتشوف هاد الفلوغ غتقعد تضحك وتشوف تقول لك التريكويا. قول لها بصحتك خالتي صوره التريكو راه غتفرح. هانتوما حتى هذا هاد اللون كيسطي كيسطي ديال العريسات. داك البلون كاسي زوين فريمون واعر. خديته لماما. هانتوما هانتوما البنات كنت فاش تاخذوه بحال دابا انا خديت لماما الدوبل اكس ال، كان بامكاني نلبس ليه الاكس ال حيت هو بحال الشكوى يعني كيوسع. وحتى اختي خديت لها الاكس ال، كان عليا ناخذ لها غير ال. فهمتوا ديما نقصوا طاي من هاد التريكوات سواء خديتهم من السيس اولا من شيئين. ديما تلقاو هاد الصوف نقصوا طاي حيت كيكون مره راه بحال الصوف بحال الشكوى. شني الشكوى ما نعرف حتى تقولها ماما. غادي ندوز لي زارتيكل. غادي ندوز لهاد البلازر ولا هاد لافيست هادي الواعره. ديجا لبستها وشارتها معكم في انستغرام بالحق في الكراميل. ها نتوما يا البنات الكاليتي عفاكم. شوفوا لي غير الكاليتي وشوفوا لي داكشي كيفاش مندوبل. ها نتوما باش ما تقولوش راجو غير كتجي وكتشكر. لحد الان هادشي اللي زلت زعما اللي وريتكم زوين. شوفوا يا البنات الفصاله ديالها شحال واعره عفاكم. لما شوفوا لي الفصاله ديالها شحال فنه. شفتوا كيفاش كتجي؟ فريمون كتجي واعره بزاف وحق الله. عرفتوا الكاليتي ديالها الطوب. انا كلشي غادي نقيسو لكم كما قلت لكم. وفيها واحد البياض واعر وفيها هنايا جياب. و حتى هي كما قلت لكم خديتها البيضاء والكراميل خديتها ليا والكحله خديتها لختي. وديجا خديت من واحد السيت خديت الكحله ما خديت الام، ما جاتني شويه كبيره واقيله. الاس جاتني واعره. المهم هذه ساهي تصورت بها الاخر متصورتش بها. هذه تصورت بها هي هذه اللي درتها مع الشنطه بالنسبه بنوش اللي قال لي ما جاتش السنطر. والله العظيم انا شفتها هذه درتها راه ما كنجيب شي حاجه من راسي. وكاينه الكحله ديالها هانتوما شفتوا فيها كاع الالوان ولات عندي كوليكشن. نوريكم البنات هذا البيول هذا اولا هذا الهوديز يقول لهم الهودي. هذا البيول هذا كحل سامبل ديجا صورت لكم في فلوغ واعر. كتكوني هكا دايره مع شي اكسسوار في الدور كيجي فن بزاف بزاف. وانا الوقت نموت عليه شي حاجه لاصقه. ها هو يا البنات شوفوا لي عفاكم التوب. ها نتوما ركزوا لي غير على التوب واعر. هو التوب من برا يا البنات بحال النيلو من الاحسن، ولكن ماشي داك النيلو الخايب بالعكس حيتاش من الداخل قطن ماشي نيلو. غير داك بحال نقولوا ليفي ديال النيلو مي من الداخل البنات قطن. عرفتوا شوفوا الصباغ يخصو لها تشرك لي ماشي نحيده. قطن 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 يا البنات. عرفتوا راه ما يمكنش التوب ديالو. كان بامكانو هذا هو اللي يكون شوفوا كان بامكانو هذا هو اللي يكون لور، مي هذا غيتحبب. مي هذا مي 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 هذا ما غاديش يتحبب. عرفتوا راه الكاليتي ديالها الكاليتي ديالو كيفاش دايره. شوفوا لي الخياطه شوفوا لي ولا غلطه ولا غلطه ولا غلطه. فريمون واعر بزاف. وانا كنحماق على النوار صراحه والله ما نكرهش يكونوا عندي هادو بزاف. علاش نقرب لكم وكمل عرف مكرهش يكونوا عندي بزاف مقلبسهم في البرد هما القبيات. البنات دابا مولات لي زاكسسوار مولات لي زاكسسوار تقول بس ولا كوموند حيت هاد التريكو ديالها ما جاش بحال التصويره. شوفوا شحال فن. اول حاجه شوفوا الديكور شوفوا الديكور شوفوا اللون شوفوا كل ديالو كيفاش داير. كتريكو راه فن مية البنات. كيبان غليظ في التصويره هذا صراحه تصدمت فيه حيت تيبان غليظ في التصويره وهما مصيفطينو رقيق. هذه الحاجه اللي ما حملتوش. هانتوما رقيق يا البنات. انا راكم عارفيني كنجيكم الصراحه هذا لا لا شحال غادي نعطي خصني نقلق لكم صراحه. هاد الحوايج كاملين
ما تكذبش عليك، ما عطاهم 9/10، حيت عطاتهم 10/10 تقول لي لا رجل ستي فيها، عطاهم 9/10 حيت فغيمون الكاليتي واعره، الخياطه واعره، راه بحال 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 لي مارك نيشان، جوده واعره. غير نقول زعما شي من امازون، حيت معروف امازون زعما فيهاش كاليتي، المهم ما عرفتش انا ما عرفاش. غير هذا شويه ماشي شويه بزاف رقيق، وهاد التريكوات هادو ما كانوش غلاظ، ما كيجيو زوينين كيجيو. هبطوا عفاكم لي كومونتير وقولوا لماماكم صورو الصحه تريكو، راه غتقرا التعليق ديالكم، وقولوا لي في لي كومونتير زغبه، وقولوا لي بنات لي كومونتير شنو اكثر حاجه عجبتني. انا كلشي عجبني صراحه، مي توب 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 هو داك التريكو البيض، ها هو غنهزو غتفرينغ لايت هو هذا، حسطاني وحمقني. السلام عليكم صحباتي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، ما تنساوش لي لايك، كنبغيكم بزاف.